عمائم زيفت من أجل دنيا، فيا بئس المعمم والعمائم. وشرك دب فيهم لم يبالوا، فصار إمامهم في الغي قائم. فتى بريطانيا المدلل السلقلقي ياسر الخسيس خرج علينا مؤذنا أذانا عجيبا مليء بالشرك والضلال، فيقول في الأذان مثلا: أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله. من أين أتى بها في الأذان؟ أشهد أن عليا وزوجته فاطمة وأولاده حجج الله ولعنة الله على أعدائهم، صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم. أدخل أشياء في الأذان لا أدري من أين أتى به. ونحن من هنا من برنامج عمائم مزيفة نتحدث سلقلقي ياسر الخسيس أن يثبت لنا أن هذا الأذان أذن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أو في خلافة الحسن أو الحسين أو الباقر أو الصادق أو الجواد أو الرضا أو أي أحد من الأئمة الاثني عشر. هذا الكذاب الأشر يخترع أذان ويضعه لعوام الشرازية كي يقلدوه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، جل جلاله تقدست أسماؤه. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء وأبناءهم المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ديانة مستحدثة، كل يوم يخرجون لنا بشيء جديد. وهل سيقبل السلقلقي ياسر الخسيس تحدي رامي عيسى أن يثبت لنا أن هذا الأذان أذن به في خلافة أي أحد من الأئمة أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أن هذا السلقلقي فتى بريطانيا ياسر الخسيس أعلم من الأئمة عندكم يا شيعة؟ عمائم مزيفة. فلا عاشت عمائم من سواد، وما دامت وليس الغي دائم.